أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قتل 3 عناصر تابعين لما يعرف بقوة المهام الخاصة التابعة لوكيل الداخلية بالحكومة المقترحة فرج جعيم، وجرح عدد آخر في استهداف مقرات تابعة لهم بقذائف الهاون بمدينة بنغازي، ذلك حسب ما أفاد بمصدر للتناصح. أضاف المصدر أن 4 قذائف هاون سقطت على أحد معسكرات قوة المهام الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب بإمرة توفيق العبدلي، مؤكدة نجاة وكيل الداخلية فرج إقعم. أكد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي صلاح عواد ارتفاع معدل الجريمة وانتشار عمليات القتل والحرابة مصانع الخمور وترويج المخدرات في مدينة بنغازي. أكد هوادي في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك على أنهم سيقومون بواجبهم لمحاربة الجريمة في بنغازي، داعيا أهل المدينة للتعاون معهم وعدم التستر على المجرمين وعدم مساندتهم بأي شكل على حد تعبيره. نظم عدد من أهالي مدينة زليتن وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي للمدينة احتجاجا على ما سموها تجاوزات أعضاء المجلس. المحتجون رفعوا شعارات منددة بتدخل المجلس البلدي، فيما قالوا إنها مماحكة سياسية تخل باختصاصات المجلس والأعمال المنوطة به. رفع المحتجون شعارات منددة بما يعرف بعملية الكرامة التي وصفوها بالإرهابية، رافضين في الوقت ذاته الإرهاب بكل أشكاله. طلب بيان صادر عن المكونات الاجتماعية لقبائل النواحي الأربع وترهونة وغريان والخمس وورشفانة وكيانات أخرى بالوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في منطقة ورشفانة. البيان الذي صدر عن الاجتماع في منطقة سوق الخميس مساحل أشار إلى تشكيل لجنة اجتماعية وأمنية من مديريات الأمن في ورشفانة ومحيطها للعمل على معالجة الخروقات الأمنية ومكافحة الجريمة وعودة المهاجرين من الأهالي. كما نوه البيان إلى تكليف بعض الكتائب والألوية بالعمل على تأمين الطرق الرئيسية التي تربط ورشفانة أو تمر عبرها وضمان سلامة مستعمليها. في العاصمة طرابلس خرج عدد من المواطنين في مظاهرة بميدان الشهداء تنديدا بعملية الكرامة. طلب المتظاهرون ثوار ليبيا بضرورة رص الصفوف وجمع الكلمة لمواجهة القوى المضادة للثورة. رفع المتظاهرون شعارات داعمة لتحركات أهالي وثوار مدينة زليتن ضد المجلس البلدي للمدينة، مؤكدين في الوقت ذاته رفضهم لاتفاق أسخرة. في أمان الله.